السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مستقرنا ومستقركم، ورزقنا صحبة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب. سورة البقرة وتعيها أذن واعية، صفحة 44. يلا يلا، انتباه انتباه. لشو؟ للحروف الساكنة، موازنة الحركات والمدود والغنن، تخليص المفخم، المرقق المرقق المفخم، التفخيم الصحيح، الساكن ووضع الساكن، القلقلة على وضع الساكن، كل هذا تنتبهوا له أثناء التلاوة. احتمال ما أشرح إيش، واحتمال أشرح بقى أشياء بسيطة، لكن هذا كله أصلا مشروح، ما في إشي جديد. حاجة جديدة بننبه عليها. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه
فكه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله يجيرنا ونسأل الله العفو والعافية. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا محمدا نبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمدا نبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. يلا اقرأوها معي قراءة تحقيقية زيادة زيادة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني، ربي أرني غلط، انتبهي، ربي أرني كسرة بس فيها محذوفة، ماليش دعوة بالمحذوف، أنا إلي باللي مكتوب قدامي. ربي أرني، أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، تؤمن الهمزة تثبيت ما فيش صوت، تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. قال فخذ سمعين الذال؟ الخاء. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أربعة من الطير، أربعة من الطير، كل لساني هيك، الطير، فصرهن إليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، على كل جبل، ج ج ج ج الجيم، ما تمسليش الجيم، ج لا ج لا ج جب جبل منهن جزء، جو جزء، ثم ادعهن سمعين الدال على وضع الساكن، ثم ادعهن يأتينك، يأتينك سعيا، ما تقوليش يأتينك سعيا، انتبه، يأتينك سعيا، سعيا، تمام؟ العين زمن العين. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون
ينفقون أموالهم أموالهم في سبيل الله. الميم أموالهم بعدها في الفاء ميم وفاء من الشفايف. إذا ننتبه سكني الميم أعطيها توسطها اطبقي شفايفك فيها. أموالهم في انتبهوا أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل في عندي إيش تتابع حركات كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هنا الباء بين مفتوح ومفتوح فتحة فتنتبهي تطلع سبع سنابل وضع الساكن ب بس هيك ب ب ما تعمليش ب ما تعمليش هذه الحركة. في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة في ألف عليها دائرة في ما بلفظها 100 حبة انت والله يضاعف اتكائك في الضاد على لسانك من الخلف طرف اللسان لا تتكئ عليه يضاعف لمن يشاء والله برضو واو وليس واو والله والله واسع عليم بترقق الواو باتكاء قوي هنا واو عشان ما تطلعش معاكي ايش واو ايش واو والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في انتبهوا الميم والفاء في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لقصر المنفصل من نولا بعمل هيك عشان تعرفي انه في غنة من الخيشوم ولا أذى في حال القصر المنفصل ولا أذلهم أجرهم في هنا في يعني معناته بقولوا لك لا أوصلي لا تقفي أوصلي ولكن إذا وقفنا مش غلط لأنه لهم طيب لهم مين يعود على أقرب مذكور أقرب مذكور إلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل فما في مشكلة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
عليهم عليهم ولا هم ولا هم يحزنون يحزنون. رجوع للساكن دائما وانتبهوا. تقولي يحزنون ن لا غلط يحزنون. طيب قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. سهل. قول معروف معروف وقول معروف ومغفي وما ومغفي وما ومغفرة خير خ خير من ص خير من خير من صدى صدى من صدقة يتبعها أذى. قصر المنفصل يتبعها أذى. والله و والله غني والله غني حليم. يا أيها هنا قصر المنفصل يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تب لا تب طي لا تبطي. سامعين وانتبهتوا؟ لا تبطلوا صدى ص صدقاتكم ص صدقاتكم بالمن بالدال. هنا انتبه في صدى 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 ض لا مش ض صدى د على طرف لسانك. صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى كالذي ينفق ينفق. دائما الغنن على وضع الساكن. ينفق ما له رئاء الناس رئاء ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم واليوم لا واليوم يوم واليوم الآخر. فمثله فمثله كمثل صفوان عليه تراب صفوان عليه تراب تراب فأصابه فأصابه وابل فتركه وابل فتركه. في عندي تتابع حركات وتفخيم بين المرقق. فتركه صلدا ص صلدا لا يقدرون لا يق لا يقدرون يقدرون على شيء مما كسبوا كسبوا والله والله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله السلام. واضح سهل خلاص. المفروض الحين الأمور هاي كلها اللي أنا حكيتها واللي ركزت عليها
كلها سهلة، وكل الأحكام عارفين الإخفاء وين والإدغام وين، المدود شو أصلها كله عرفناه تمام، بس بدك شوية نطق تدريب، تدريب على وضع الساكن، على التفخيم. فامشي معي ورددي معي، وزيدي وعيدي، وزيدي وعيدي معي معي معي، بإذن الله تعالى حيصير عندك نطق قوي صحيح موازن بإذن الله تعالى. نقول يا رب صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. ربي هب لي حكما وعلما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استودعناك أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، إنك خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها في الدنيا والآخرة، فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.